دور الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وبين أوروبا وروسيا، هذا الدور الدبلوماسي قد انتهى. هناك عدة دلالات تشير إلى ذلك، منها المؤتمر الذي عقد هذا الأسبوع في برلين بين ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، وهي الدول التي وصلت إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مينسك سنة 2014. انتهى هذا الاجتماع بعدم الوصول إلى أي اتفاق بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبين روسيا. هناك دلالات أخرى تشير إلى أن الدور الدبلوماسي انتهى، وهو عندما اجتمع لافروف مع وزيرة الخارجية البريطانية. يستنتج من تصريحاته بأنه يعني لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية، لا بالعكس، تسبب في يعني كلام غير لائق بحق وزيرة الخارجية البريطانية. أضف إلى ذلك بأن بوتين قرر وقف أي اتصال معه، أي زيارة لأي شخصية دولية تزوره للبحث في هذا الموضوع. كل هذه الأمور تشير إلى أن الدبلوماسية قد انقطعت في الوقت الحاضر، والولايات المتحدة تعتبر بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت الآن أو في هذا الأسبوع.